إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا الثانية التي هي بعنوان إرشادات السلامة للزلازل. لا زالت الدنيا يسمع لها ضجيج وأنين جراء تلك الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وغيرها من بلاد التي ضربتها هذه الفواجع. ضيف هذه النافذة سعادة الدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ ورئيس قسم الطوارئ في جامعة الملك عبد العزيز، فأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا بكم، ربنا يكتب أجرهم ويسكنهم فسيح جناته. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتور، أنتم أطباء الطوارئ، أطباء الخط الأول في مثل هذه الفواجع وفي غيرها، نسأل الله عز وجل لا يحرمكم الأجر. سؤالنا إن أذنتم نبدأ بالتسلسل الزمني المنطقي في قضية هذه الكوارث. ما الإرشادات التي تقدمونها كمختصين فيما قبل الكارثة، قبل كارثة الزلزال أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزلازل والبراكين والظاهر هذه الطبيعية، أصعب جزء فيها أنه هي غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، فصعب جدا أنه يكون في تجهيز كامل للكارثة هذه، عكس مثلا الحرائق، عكس الكوارث الأخرى. لكن بشكل عام يعتمد في الزلزال مكانك أنت الآن حاليا، هل أنت داخل مبنى مؤسسة أو داخل البيت؟ إذا في مبنى مؤسسة، في كل المؤسسات والمنشآت في خطة إخلاء وخطة طوارئ، فالمهم جدا أنه الشخص يكون واعي بالخطة هذه، وجزء من معايير الترخيص للمؤسسات أنهم يقوموا بدريلز نسميها، أو تدريبات لخطة إخلاء، أو تدريبات لو حدثت كارثة إيش الإجراء الصحيح. فكون الواحد يكون عارف بيها، عارف نقاط اللي نسموها السيفتي زونز، عارف الأشياء دي مهمة جدا. في البيت ما فيش حاجة كثير تقدر تسويها غير أنك يكون عندك شنطة إسعافات أولية. شنطة الإسعافات الأولية يمكن تكلمنا فيها قبل كذا، تحتاج الأدوات البسيطة اللي موجودة فيها، وممكن إضافات أخرى. يعني في العادة ما يكون فيها أدوية، فتحتاج بعض الأدوية. ما يكون فيها مثلا مقص أو بوكس كذا اللي هو المشرط، الأشياء الإضافية هذه ممكن تضيفها للشنطة، وتكون واعي أنه والله مثلا لو لا قدر الله حصل في البيت كارثة أو حصل حاجة، فين أأمن مكان أكون فيه. تقترح دكتور أنه حتى في المنزل، يعني المنشآت ربما لها طريقتها، لكن حتى في المنزل يقوم مثلا رب المنزل أو ربة المنزل بيعمل تمرين مثلا استباقي لمثل هذه الكوارث؟ ممكن. أنا ما بدي أرعب الناس أو أنه أحسسهم أنه، يعني الحمد لله عندنا في الوطن العربي بشكل عام الكوارث هذه قليل حدوثها، لكن ما أعتقد فكرة سيئة أنه الشخص يكون عارف بيته كيف مبني مثلا. وفي قواعد عامة، يعني أنت بشكل عام لو حصل زلزال تحديدا تبغى تكون بعيد عن الأسطح أو الجدران الخارجية للبيت، تكون قريب من الجدران الداخلية لأنها تكون قائمة أكثر. عندنا أكثر البيوت مبنية بمسلحة وإسمنتية، فكونك جنب الأجزاء الأساسية للبيت يحميك أنها تسقط عليك. بعض الناس يقترحوا أنك تكون من أأمن الأماكن المنطقة اللي تحت الدرج، لأن الدرج يكون صبة وإسمنت مسلح، فأنت إذا كنت تحته بعد رحمة ربنا أنه ممكن يخفف الأضرار. في ناس يقول لك والله أنا أجهز شنطة لمواد غذائية وموية، يعني أحس أنه أنا شوية إكستريم، لكن ما هو خطأ أنك يكون في عندك مثلا وجبات جافة وأشياء زي كذا. أنا ماني من الناس اللي عندهم في البيت، لكن
لو لا قدر الله في حروب، في أخطار قادمة، ممكن الواحد يفكر بالطريقة هذه، لكن إن شاء الله في الحياة اليومية ما يحتاج الواحد يروح للدرجة دي. جميل. إذن هذا دكتور ما قبل الكارثة، أثناء الكارثة دكتور توجيهكم. أثناء الكارثة في ثلاثة خطوات متعارف عليها، اللي هي drop وcover وhold أثناء الزلزال تحديدا. فdrop اللي معناتها تستلقي على الأرض وحاول تكون تغطي الأماكن الحساسة في جسمك، تستلقي ظهرك مثلا للأرض، ظهرك على الأرض، ظهرك على الأرض، ظهرك على الأرض، وجهك للسماء. أيوه، يعني هو ما هو مهم كثير الاستلقاء أكثر ما أنه ما تكون واقف، لأنه واقف تتعرض لسقوط البيت والأغراض عليك، الحطام. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كفر. كفر معناته حاول تكون تحت حاجة معينة، مثلا طاولة كده حديدية، سرير. سرير مثلا، السرير والله فيه له قولين، في ناس يقول لك إذا في سرير خليك فوقه، لانه لما تطيح الـ 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 يمتص الاصطدام مثلا. ايوه، وفي ناس يعني ممكن تكون تحته، لكن انا لو في حروح تحت السرير. هذه الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اللي هي هولد، تمسك لحد ما ينتهي الاهتزاز. الزلازل بشكل عام مدتها ثواني. الضرر لما تشوفه بعدها دمار هائل، وهذه سبحان الله من يوريك قديش الإنسان ضعيف وقديش قدرة ربنا كبيرة. ثواني بسيطة هذا الدمار حاصل، فتمسك مكانك ثواني لحد ما ينتهي الزلزال. بعد كذا الواحد يحاول يروح في منطقة آمنة أكثر. زي ما أنتم عارفين في شيء نسميه الأفتر شوك، اللي هو ما بعد الاهتزاز، ما بعد الاهتزازات اللي بعد الزلزال نفسه. جميل. يعني قضية مثلا أنه مجرد الاهتزاز تمسك الباب تنزل مع الدرج، هذا الكلام يعني غير دقيق. ما في وقت يعني هو فجأة تلاقي الدنيا اهتزت، أنت عشان تبدأ تخرج أو تدور ملجأ الزلزال خلص. أنا أفتكر كنت فترة من فترات في الولايات المتحدة في أمريكا، وحصل زلزال، يعني ما حد كان عارف انه في زلزال حيحصل، فجأة لقينا الدنيا بتهتز. وما كان، الحمد لله ما كان زلزال قوي، لكن ما في وقت انت تسوي اي حاجة، خلاص هو حصل اهتزاز. في البيت افتكر عندي كان حسبوا انه طاح شيء وخلاص هو انتهى، وبعد كده تمشي حياة. يذكرون الدكتور ان الزلزال الاخير هذا يعني ربما كان مدته قريب من 40 ثانية فقط. اي سبحان الله، 40 ثانية ولا حاجة. يعني نحن يمكن الفاصل أطول من الزلزال. سبحان الله. إذا انتهينا من الاستعداد وأثناء الكارثة، لعل الجزء الأهم الآن هو ما بعد الكارثة. توصياتكم وتوجيهاتكم لما بعد الكارثة. صحيح، هو ما في أشياء كثير نقدر نسويها قبل، أكثر الـ 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 العمل أو العبء يحصل بعد. طبعا في جزء على الشخص نفسه اللي حصلت له الكارثة، وفي جزء على الفرق الإسعافية. بالنسبة للشخص، يعني أنت أول حاجة تأكد إيش الإصابات اللي عندك، وإيش وهل أنت سليم والناس اللي حولك سليمين. الإصابات حتكون أنواع، في إصابات خبطات الرأس، في اللي هي الجروح والقطوع، وفي الكراش إنجريز اللي هي الدمار لما يطيح على الشخص ويضغط على أجزاء الجسم. حتستخدم اللي نسميها الكومون سنس، أو أنه اللي أنت تشوفه هو الأنسب. يعني مثلا والله لو جرح بسيط ما يحتاج تقلق كثير عليه، لو في حاس بنزيف توقف النزيف، لو في مثلا شخص يده مكسورة توقف النزيف. يا دكتور، يعني ما أقرب وأسرع طريقة لتوقيف النزيف لغير المختصين؟ أيوه، لو في جرح، الجرح بينزف، أسهل طريقة إذا كان في عندك شنطة إسعافات أولية، تأخذ شاش تحطه على الجرح وتضغط عليه. الضغط، ما في كثير ناس يضغط ويبغى يتأكد هل وقف أو لا، فيرجع يفتح ويشوف، ويرجع يفتح ويشوف. ما يحتاج تتأكد، بس أضغط وقفل وخليك ضاغط لحد ما يجيك أحد يساعدك. لو لم تكن هناك حقيبة إسعافات أولية وكانت بعيدة، أي قماش نظيف وتضغط. أهم حاجة أنه لا تفتح كل شوي وتتأكد هل هو وقف أو لا، خلاص سيب، ما في حاجة ثانية تقدر تسويها. في الغالب كم يكفي مثلا؟ دقائق على حسب الشخص. بعض الأحيان
يكون النزيف جدا شديد والضغط المباشر ما بيكفي، فيمكن هذه شوية متقدمة أنك تضغط على الشريان اللي قبل المنطقة، اللي هو مثلا لو في نزيف هنا في اليد أو في الأصبع وما أنت عارف توقف، فتجيب حزام أو تجيب قماش أو حبل وتقفل المنطقة اللي فوق، فتقفل الدم عن اليد. ما أنصح بها غير المختصين، يعني أنت لو مسكت وضغط كفاية لحد ما يجيك الإسعاف. لو في كسر مثلا اليد ملتوية، أهم شيء أنك تثبتها. التثبيت يخفف الألم على الشخص، أنه ما فيش الحركة دي، كل ما بتتحرك الأعصاب وتتأثر كل ما بيزيد الألم، فأول شيء يخفف له الألم، وثاني شيء يمنع أنه مضاعفات تحصل. أشياء بسيطة، أي واحدة من الأشياء اللي تكون في شنطة الإسعاف يكون في دليل إسعافات يوري كيف تتعامل مع الحالات هذه، كيف مثلا لو في خلع في الكتف كيف أثبت الكتف، لو في جرح معين كيف أتعامل معه، وكتيبات صغيرة تكون موجودة. هل من توجيه بإذن الله عز وجل، لا نحتاج لهذا التوجيه، لكن هل من توجيه مثلا لمن أصيب واحتجز تحت الأنقاض؟ ما فيش حاجة معينة تسويها غير الأشياء اللي بنقولها هذه، يعني هل ما في حاجة تحضرني، يعني أنا يعني مثلا حتى يعيش فترة أطول مثلا، تقليل الحركة مثلا، هل هذا تقليل الحركة يديك، يعني هو في النهاية ما فيش حاجة حتسويها حتطول عمرك أكثر ما هو أكثر ما ربنا كتب لك، وما في حاجة معروفة إن والله أنا لو سويت كذا حيحصل كذا. كون الواحد ما هو قلقان، ما هو ما بيتحرك كثير، بيقلل استهلاكه للطاقة، بيقلل استهلاكه للأكسجين بالذات لو المكان مغلق، لكن هذه الأمور ما هي كنترولد، يعني أنت ما أنت عارف إيش اللي حاصل، ما أنت عارف. الدعاء وربنا يسهل يا رب. الجانب النفسي يا دكتور للمصابين وللمسعفين ولغير المختصين مهم جدا هذه النقطة، يعني نحن بالذات عندنا في العالم العربي نهمل الأشياء النفسية ونهمل، وفي دور كبير لدكاترة الطب النفسي مهم كثير حقيقة. للمصابين كونك أنت جزء من كارثة أو من فاجعة أو من حرب لها آثار كثير نفسية على الشخص، وبعض الأشخاص يحس انه لا انا كيف اتاثر او عيب او لا انا ما هذا ما هو حقيقي. لا، انا اتوقع جزء كبير من التعامل مع الاشياء هذه الواحد يعني طبيعي انه تحصل، وطبيعي انه بعد ما تصير كارثه زي كذا انه الانسان يتاثر نفسيا. في مرض نسميه البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، اللي هو اضطراب ما بعد التروما، ايوه الحادثه، فيرجع شخص يعيش الحادثة دي مرة ثانية، وليها علاجات كلها الأمراض هذه. في ناس يدخلوا في اكتئاب، في ناس يدخلوا في انزايتي بسبب أو قلق أو توتر بسبب الفقدان إذا كان أحد من الضحايا قريب له. فمهم جدا أن الواحد ما يهمل الجانب النفسي، يعني الصحة النفسية مهمة زيها زي الصحة الجسدية، وهذه ما تظهر على طول مباشرة، تظهر بعد الكارثة بمدة، يعني تلاقي زي مثلا كارثة كورونا لما جانا في البداية عزل وقفلوا الناس وخلاص كل واحد يهتم بصحته، لكن بعدها تلاقي في اكتئاب حصل للبشر، في حالات توتر وقلق، يعني أنا الطلاق زاد في عندنا في المجتمعات، فالتأثير النفسي جدا مهم أن الواحد يستشعر. وزي ما حضرتك قلت بالنسبة نفس المسعفين، يعني المسعفين نفسهم عليهم دور كبير بعد الكارثة، تبدأ من أنه والله أنا كمسعف أول قاعدة لجميع المسعفين أتأكد من سلامتك أنت شخصيا، يعني لا تروح تسعف أحد والمكان ما أنت عارف هو نسميه كلير، يعني هل هو مؤمن أو لا، وتروح أنت تصير ضحية وتدور أحد يسعفك. فمهم أنك أنت تكون سيف اولا، بعد كذا تبدا اذا كنت من الفريق الطبي او من المسعفين تبدا لازم يكون في تواصل، وهذه واحده من الفيليرز او الخطوات اللي تحس انها بسيطه لكن تسبب مشاكل كثير جدا اثناء الكوارث والحوادث، انه ما في تواصل بين القطاعات، يعني تلاقي الموظف حق الاسعاف ما هو عارف عن الدفاع المدني فين،
ما هو عارف عن ال 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 الشرطة فين، ولازم يكون في تشتغل كفريق واحد وفي منظومة تصير ورفع عمليات يعني خاصة بالضبط بالضبط ويكون في ممتاز يعني مهمة جدا. بعدين تبدأ للعلاج للمرضى، يعني تبدأ من نسميه الفرز الأولي، يعني أنت أثناء الكارثة كمسعف في عندك مجموعة من البشر كلهم متأذين، وزيها زي الطوارئ اللي في المستشفيات. أول خطوة نحدد مين اللي الشخص اللي حنتعامل معه أولا ومين الشخص اللي حنشوفه بعدين، وتبدأ واحدة واحدة وربنا يعينك. وما وفي النهاية الديبريفينج اللي هو تجلس في نهاية اليوم الكفريق كامل تراجعوا إيش اللي حصل. جزء منها إنه أنا أكون واعي إنه والله المناظر دي اللي شفتها، الدمار ده اللي شفته قد يؤثر علي في يوم من الأيام. أتكلم مع زملائي، أتكلم مع أصحابي، ما هو خطأ إنه الإنسان كمسعف أو كطبيب شارك في عمليات زي كذا، إنه والله يروح يشوف دكتور نفسي أو يتابع مع دكتور نفسي بسبب الاضطرابات اللي تحصل. أتصور دكتور في مثل الفواجع الكبيرة والكوارث يعني التي بالآلاف هذه من الجرحى والقتلى، يعني يصعب أن نحصل على فرق متخصصة في كل مكان في كل موقع، نحتاج إلى أنصاف متخصصين أحيانا، نحتاج إلى متطوعين لديهم حد أدنى من المعرفة. كيف يمكن بناء هذه المعرفة دكتور والمهارة أيضا؟ هو يعتمد على الدور اللي أنت تحتاج فيه المتطوعين، وهنا الدور هذا اللي يقوم به الشخص المختص. مثلا المسعف حتبدا تعلم الناس والله اللي متطوعين انه اذا شفت واحد مصاب كيف تنقله، طريقه نقله كيف. يعني واحده من الاشياء البسيطه اللي كثير ناس عامه ينسوها انه الرقبه، يعني اي مريض مصاب ما انت عارف ايش الاصابه تحطه على تحاول تحمي رقبته. الرقبه لو فيها حتى لو كسر بسيط حركه خطا تؤدي لشلل رباعي مدى الحياه. فهذه الأشياء البسيطة الشخص المختص يبدأ يعلمها للناس المتطوعين، والله يعين الجميع إن شاء الله. الله المستعان. دكتور غالبا في مثل هذه الكوارث المنظومة البيئية، منظومة النظافة، التعقيم تضطرب ويعني تتحطم أحيانا، ما أثر هذا على الكارثة دكتور؟ حقيقة نقطة مهمة وأنا أشكرك أنك ذكرتها. بسبب الكارثة وبسبب الزلزال تلاقي أنه الصرف الصحي والمنظومة التحتية كلها تدمرت، فصعب جدا تحصل على مياه نظيفة. فمهم جدا بعد الكارثة أنه الأشخاص سواء المتطوعين أو المتضررين أنك نسميه البيسك هايجين أو النظافة العامة، وتستخدم برضو زي ما قلنا الكومن سنس اللي هو والله أنا الشيء المتعارف عليه. الموية تحاول أنه والله لو في موية ما هي واضحة ملوثة تبعد عنها، لو في مصدر موية ما نلوث مصدر الموية هذا بأنه والله أروح أرمي فيه أو أغسل فيه. كثير من الأمراض تنتشر بعد الكوارث هذه اللي هي النزلات المعوية بسبب الكوليرا والأشياء الثانية، الأمراض اللي هي التنفسية بسبب الدمار أو الوفيات الحاصلة. فالبيسك هايجين غسيل اليد، تأكد أنه الموية نظيفة، لا تلوث الموية الموجودة، مهمة جدا. و يعني في الكوارث الضرر اللي حصل خلاص حصل، يعني أنت ما في يدك حاجة فيه، لكن دورك يجي في أنك تمنع أنه يحصل ضرر أكثر. يعني لو في وفيات خلاص وفيات حصلت، لكن مهم جدا أنه نحن ما نتدخل، والتدخل حقنا يكون سلبي بأنه والله ننشر وباء في الـ في الـ في المكان ذا، او بسبب سوء او اجتهاد خاطئ تسبب مشاكل اكثر ما انت افدت الناس. الصوابين، المويه النظيفه جدا مهمه في الاوقات اللي زي كذا. جميل. كما لا يخفى عليكم دكتور، يعني المستشفيات والمنظومة الطبية في مثل هذه الكوارث عادة ما تضيق يعني بالأعداد التي المهولة التي تصل إلى المستشفيات والأقسام الطوارئ. ربما يحتاج فئام كثير من الناس إلى الحصول على رعاية منزلية طبية، يعني ربما نصف متخصصة أو حتى ربع متخصصة. ما هي التوجيهات التي تقدمونها لذوي المصابين كي يقدموا الخدمة لذويهم في المنازل؟
أهم نصيحة أتصور أنه إذا أنت حسيت نفسك أنك تحتاج رعاية صحية لا تتأخر، روح شوف روح المستشفى أو روح للمختص. المستشفى نفسه كل مستشفى لي خطة كارثة، فنفس التعامل مع الحالات ما هو زي التعامل مع الحالات في الأيام العادية. يعني تبدأ خطة إخلاء، أي مريض موجود في المستشفى الآن حاليا ووضعه شبه مستقر يطلع من المستشفى ويروح في بيته لحد ما تنتهي الأزمة دي. المرضى اللي بيوصلوا للمستشفى يمكن أنت لو جيت بالشكوى هذه في يوم عادي حيشوفوك يعالجوك، وقت الأزمة يقول لك لا والله أنت صح أنه حصل لك حادث أو حصل أو كنت جزء من الكارثة، لكن الآن ما نقدر نستوعبك فتروح على البيت تنتظر. تسمونها دكتور أنتوا الحالات الباردة والحالات الساخنة، أظن لها تسميات. وقت الكارثة لها ألوان. أيوة، في اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. الأسود اللي هو خلاص هذا المريض توفى وما في أي حاجة تقدر تسويها. الأخضر اللي هو المريض حالته مستقرة يقدر يمشي يقدر يتحرك. الأصفر اللي هو بين الأحمر وبين الأخضر اللي هو الحالات المتألم متضرر لكن ما يحتاج تدخل الآن. الأحمر هذا لازم الآن تدخل وتعالجه. وهذا اللي هو الفلس يحصل في البكر نفسه وفي المستشفى برضه. جميل، شكرا لكم سعادة الدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ ورئيس قسم طب الطوارئ في جامعة الملك عبد العزيز. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعني يشفي مرضى المسلمين ويغفر لشهدائهم وأن يتقبلهم يا رب. آمين إن شاء الله، ويعينهم على مصابهم. اللهم آمين. اللهم آمين. الحقيقة الواحد يتألم عندما لا يكون لدينا يعني دور إلا أن نغطي مثل هذه التغطيات عبر الاستوديو وتحت الإضاءة، لكن الله عز وجل يعلم أن القلوب معهم والدعاء مذلهم. آمين إن شاء الله، والدعم المادي أعتقد كمان يساعد. بلا شك هو واجب علينا يا رب. آمين. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء